مشاهدي الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، واهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم زمن الرياضه. وبدايه حقيقه يمكن دائما نحن من خلال المجتمع الرياضي بين الكثير من العلاقات اللي بتربطنا مع بعض، والمجتمع الرياضي معروف دائما هو مجتمع متكافل، هو مجتمع بتاثر دائما ببعض. وحقيقه في هذا المساء نحن فقدنا واحد من الشباب الرياضي الحقيقة عنده أدوار كبيرة وعظيمة ليس على مستوى كرة القدم فقط، ولكن على العديد من المناشط وخاصة المنشط الفروسية. الأخ والزميل والصديق المرحوم مهند مرغني رحل عنا أول أمس بعد معاناة طويلة مع المرض، حقيقة ترك آثار كبيرة ومؤلمة في نفوس كل الرياضيين، واللي بيتابع السوشيال ميديا بيتابع وبيعرف قدر هذا الإنسان اللي حقيقة قدم لوطنه وقدم لنادي والمريخ الكثير، وأيضا لمريخ نيالة، وهو واحد من أقطاب المريخ العاصمي. بنترحم على مهند، ربنا يرحمه ويغفر له، وبنعزي أسرته الصغيرة وأسرته الكبيرة، المريخ والمجتمع الرياضي ومجتمع الفروسية. الرحمة والمغفرة لزميلنا مهند مرغني. أنا برحب في هذا المساء أيضا بزميل الأستاذ معاوية جاك اللي له فترة طويلة كان غايب مننا والآن هو حضور. معاوية أهلا ومرحبا بك، ويمكن أنا بديت بخبر حزين وأثر على كل الوسط الرياضي. مرحبا معتصم، مرحب بكل المشاهدين لقضية الشروق. حقيقة فقد أخونا مهند يمكن الناس عاشته من خلال انفعال الشارع بسرعة، ما ليس الشارع الرياضي فقط، من شفنا في السوشيال ميديا زي ما ذكرتها انفعال ناس كثيرين جدا، حتى الناس كانوا بتفتكر انه ما عنده علاقه معهم. بنعزي انفسنا ونعزي الاخوه في الفروسيه وسباق الخيل بهذا الفقد العظيم، ونزل المولى نتقبل قبولا طيبه مع السابقين ويحسن اليه ان شاء الله. اللهم امين، ربنا يرحمه رحمه واسعه. ودي حال الدنيا معاويه. نعم الحمد لله، كلنا راحلين وربنا يرحمه ويغفر له. معاوية، يمكن بدايتنا بالأزمة اللي بتمر بالموسم الرياضي السوداني. في البداية أنا داير تعليقك على الموسم الكروي اللي لغاية الآن، رؤيتك شنو أنت تابعت يمكن بداية الموسم فنيا؟ والله يمكن نقول في تراجع في المستوى بصورة كبيرة، وشيء طبيعي لأنه يمكن الضائقة الاقتصادية أثرت بصورة كبيرة على الأندية من خلال الاستعداد، من خلال التسجيلات، من خلال الوفاء بالتزامات اللاعبين والمدربين والمعسكرات وغيرها من المتطلبات المفروض يقوم بها مجلس الإدارة تجاه التيم. كل يمكن الحياة تلقت بالظلال السالبة على شكل المستوى الفني على الدوري الممتاز. نحن يمكن شفنا نسخة ما بالصورة المطلوبة في كل شيء، شفنا التنقلات الكثيرة للمدربين دي كلها بتوريك الإشكالات المالية وأثرها حتى يمكن على مستوى النقل، برضو شفنا في مشاكل كثيره جدا حصلت. انا اعتقد انه الفشل اللي حصل في امتداد لفشل في مواسم سابقه، يمكن ما الموسم ده الموسم الثالث. نعم. يكون فيه مشاكل. نحن شفنا الموسم السابق المجلس اداره الاتحاد العام اضطر لنظام المجموعتين في يمكن سابقه غريبه جدا مخالفه للوائح والقوانين وبدون دراسه ودرايه عن سلبيات هذه التجربه. دي كلها يمكن خلت النشاط الرياضي يكون ما بالصورة المطلوبة. برضو يمكن عدم الاستقرار الإداري بالصورة المطلوبة في المريخ تحديدا أثر برضو بصورة سالبة، رغم أن المريخ أخذ نسختين في الدوري الممتاز، يمكن النسخة الأخيرة كان بالشكوى، دي برضو يمكن خلت المستوى الفني عموما ما بالصورة المطلوبة، وأثار ظهر من خلال مغادرة المريخ للدور التمهيدي من البطولة الأفريقية لثلاث مرات على التوالي. دي بتكشف احنا طبعا المريخ والهلال هم العنوان الرئيسي لكورتنا بصوره عامه، الفوز بالبطولات عامه سواء كان ممتاز او كاس سودان بتنحصر بين المريخ والهلال فقط. نعم. ومعروف انه الشارع مقسوم في السودان بين المريخ والهلال يمكن الصوره شبه مطلقه. نعم. انت تكلمت يعني عن نقطه مهمه جدا عن المجموعتين. معاوية، كان رؤيتك في المجموعتين سالبه ما بصوره كبيره جدا، لان تخالف اللوائح الان. انت اصلا وضحتها عليه انطلاق الدوري الممتاز. نظام المجموعتين كان يستحدث في الاتحاد من قبل، في ظلم حتى يمكن للجمهور. بعض الولايات ما بتشوف المريخ
لانه يكون التيم بيمثل يكون في مجموعه الهلال، بعضها ما بيرى الهلال لانه بيكون الممثله في مجموعه المريخ. حلاوه الدوري الممتاز انه المريخ والهلال يطوفوا كل مدن السودان، دي برضه بتحقق لنا يمكن نقول الغرض الرئيسي من النشاط الرياضي. المريخ والهلال الابيض الخرطوم الوطني الشندي يحوموا كل مدن السودان. لكن لما نلقى المريخ يمكن موسيم ما مشى شندي ولا ما مشى عطبره وما مشى نياله، دي بتشكل يمكن اثر نفسي كبير جدا على جمهور الرياضه، لانه بكون متشوق انه يشوف القمه. ده عيد انه القمه حتى في مباراه القمه داخل الخرطوم هو عيد يمكن نقول للسودان عموما صحيح وللجمهور داخل الخرطوم. يعني دعك من انه يكون في مدينه بعيده مثلا زي نياله يمشي لها المريخ او الهلال، الفرحه بتكون وسط الجمهور زي يمشي القضارف بعد غيبه طويله جدا مع صعود الشرطه، الاحتفال والاحتفاء عيد السوق بصوره ما طبيعيه. انت حرمت الجمهور حتى من الناحيه الاقتصاديه، صح؟ يعني في ناس يمكن يتكسبوا ويسترزقوا من حضور القمه للمدن، صح؟ برضو انت حرمت حتى الانديه نفسها انها تتبارى مع الجميع. يعني انت لما تكسب المدن تتبارى مع سبع فرق فقط او اقل، برضو بتشكل دي يمكن بيكون في نقص فني في الاعداد. نعم. لان المدارس بتختلف، صح؟ يعني ليه المريخ لما يلعب مع كل انديه الدرجه الممتازه ما زي يلعب مع مجموعه فرق. نعم. نعم. وبرضو الحاجه الثانيه بتكشف لك القصور الاداري والذهنيه اللي بتدير النشاط. انك انت فشلت تدير النشاط بالصوره اللي يفترض انك تديرها، يفترض اصلا الطبيعيه، صح؟ او العاديه انك تدير بها النشاط. انت ما دام يصل لك انت فشلت بانك تدير منافسه واحده، دي اكيد بتكشف انه مستقبلا انت حيكون عندك اشكال كبير جدا، وده الواضح من خلال الموسم الحالي احنا هنتحدث عنه بعد شويه. نعم. طيب معاويه، معنا الكابتن عمر النقي على الهاتف وعنده واحده من المبادرات. نحن نحيي الكابتن عمر النقي ونسمع ونشوف ما هي المبادره. كابتن عمر اهلا ومرحبا بك في زمن الرياضه. بيك ومرحب بزمن الرياضه، مرحب بضيفك العزيز، اهلا ومرحبا بك. طولنا منك من زمن الرياضه. اي والله زمن طويل يا اخي. اهلا ومرحبا بك. اهلا ومرحبا بك. طيب كابتن عمر، المبادره بتاعتكم بتقول شنو؟ يا ريت تشرحها للمشاهد الكريم. احنا والله في الحقيقه عندنا مبادره اسمها مبادره توظيف قدام اللاعبين واعاده الحصص المدرسيه الرياضيه. نعم. والمبادره دي معروف ان لما نتكلم عن قدام اللاعبين كنجوم هم عندهم ادوار كبيره جدا المفروض يلعبوها في هذا المجتمع وهذا الوطن، ويفترض ان يعتنى بهم عشان ما يقدموا هذه الخدمه الكبيره جدا اللي المفروض تكون صادره منهم هم قدام لاعبين. نعم. وبالتالي لابد من ان يوظفوا التوظيف السليم ويشتغل عليهم الشغل المفيد حتى نستفيد من خبراتهم المتراكمه في هذا المجال ليكونوا داعم كبير جدا لنواحي حقيقيه مربوطه بالنشل والشباب. نعم. دي نمره واحد. نمره اثنين، نحن بنفتكر انه مساله الرياضه المدرسيه هي واحده من الاركان الاساسيه في تطور كره القدم في السودان والحفظ على النواحي. نعم. ويمكن يكون معروف للناس كلهم عبر التاريخ الاسهام الكبير جدا اللي عملت الدورات المدرسيه عبال فعلها السليم في استخراج نجوم يشار إليهم بالبنان وبكمية كبيرة جدا ومواهب فزة في كل المجالات بما فيها كرة القدم. سليم. يمكن يكون حقبة السبعينيات والثمانينات كلها تقريبا هي نتاج حقيقي للرياضة المدرسية والدورات المدرسية اللي كان متعاقبة على المدارس في شكل الحراك السنوي اللي بيكون موجود. نعم. لإعادة هذا الفتح المهم جدا، احنا راينا ان نضرب عصفورين بحجر في ان نستفيد من نوظف هؤلاء القدامى وان نعيد الرياضه المدرسيه ليستفاد منها الاستفاده الكبيره جدا. نعم. واهداف كبيره جدا لهذا المشروع بعد هذه الفكره المتواضعه واللي نحن ساعين نعممها في كل ولايات السودان. حنبدا ان شاء الله بالخرطوم كنموذج باعتبار تعداد السكان وخلافه، ونختار بعض المدارس المؤهله لانه يقام فيها هذا النشاط، لانه في اشكاليات كبيره جدا في المساحات زي ما انت عارف المدارس كلها بيئه تراثيه. نعم. وبالتالي حنختار المدارس اللي عندها مساحات وحنختار المدارس اللي جنبها مراكز بتاع الشباب عشان ما نقدر نستفيد من هذه المجاله. والتوظيف اللي حنعمله ده حيكون ان شاء الله بالتنسيق المتكامل بين وزاره الشباب والرياضه وباقي الوزارات المعنيه بالامر، كوزاره التربيه والتعليم، كوزاره الصحه، في مجاله الدعومات الصحيه، وكوزاره التعليم العالي والبحث العلمي في مجاله الكورسات وخلافه، وكذلك وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اللي معنية بهذا التوظيف.
نعم. وبالتالي شكل الانسجام البطين والتنسيق البطين موجود ده حتى تتكامل الفكره وتتكامل الرؤيه ويتحد الجميع ليقدم الجميع ما ينفع الوطن. وبنفتكر انه هذه الخطوه ليس الهدف الاساسي فيها هو الكلام اللي انا بقول لك كده، وانما نحن سعيين لانه يكون هؤلاء القدامى موجودين في شكل الحراك وانهم ظهور موجود، لانه عندهم ثاني مهام كبيره جدا لا بد ان يقوموا بها، مربوطه بالسلم المجتمعي، مربوطه بشكل الاتفاقيات اللي قاعد تحصل ويكون حضور فيها، مربوطه بشكل سعيهم الكبير جدا في وجودهم في خلد الناس، مهام كبير جدا في شكل المشاكل الموجوده هنا وهناك في افقاع السودان. ومعروف انه لو فيش لجنه معينه لحته معينه بيكون شكله كيف، مربوط جدا بانه يؤهلوا ليكونوا سفراء نوايا حسنه حتى يستفيد منهم في السودان بشكل الاشكالات الموجوده على المستوى القبلي وخلاف. نعم. ولذلك بنفتكر انه الضربه البدايه بهذه المبادره لعمل وحراك كبير جدا ان شاء الله سيكون مستمر بيننا وبين وزاره الشباب والرياضه. ونحن نشكر وزاره الشباب والرياضه لانه الدعم حقتنا، ولاول مره في تاريخنا نحن لما قمنا بنتكلم عن حاجات كثيره جدا في الميديا ولا هناك ولا 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 مستمع لاصواتنا. نعم. الان نحن لقينا اذن صافيه بشكل الحاجات وعملنا القصه دي بدعوه مننا نحن وتبنوها في الوزاره دي، نستفيد من شغل اساسي كبير جدا مفترض ان يكون هم دائمين له، وبالتالي نحن نشكره لانه استمعوا لنا وشافوا افكارنا وامنوا عليها تامين كبير جدا، فسيكون هناك ما يلي هذه الخطوه ان شاء الله. نعم. وانا بفتكر انه هذه المساله اذا مشت بهذه الطريقه بنقدر لدرجه كبيره جدا نقنع الناس الما مقتنعين على شده الحكم باهميه هذا القطاع، لانه لما نلقى سند حقيقي جدا من الرياضه بتهمنا ووزاره مهمومه بهذا الهم تستطيع ان تقنع باقي الوزارات باهميه هذا القطاع والدور الكبير جدا اللي بيلعبه هذا القطاع في شكل حاجاته المربوطه بالمستوى السياسي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي. نعم كابتن عمر، يعني اكيد اللاعبين الدوليين عندهم ادوار كبيره وعظيمه، لكن ده ارجع بك لورا. نحن زمان في المدرسة الابتدائية أول حاجة لما يدون الجدول يوزعوه بنشوف تربية بدنية يوم شنو؟ يعني أنت يمكن بتتذكر الكلام ده، يعني يوم التربية البدنية ده كان يوم جميل وأنت بتجي بروح معنوية مرتفعة وعنده حتى تأثير على التحصيل الأكاديمي. صحيح صحيح. نعم. أنا أتفق معك تماما، هي دي واحدة بالمناسبة من الأهداف الأساسية، لانه بتخلي في حاله بتاعت استقرار في النشا القايم بها. نعم. لما تشبع رغبات هذا الناشئ وهذا الشاب بانه يعمل له شكل الهوايات اللي هو بيعملها. نعم. والكلام ده بالمناسبه ما مربوط بكره القدم فقط، مربوط بكل الرياضات اللي بتمارس في السودان ومربوطه بكل المواهب اللي بتكون موجوده يعني الحصص المدرسيه دي، يعني انه نحن لازم نكتشف هؤلاء النشا. نعم. ونشوف كل زول هو عنده شنو وموجود شنو وممكن نطور فيه شنو. نعم. انت لما تديه الحاجه اللي اتكلمت عنها انت اسفي. نعم. بعدها بتخلق حاله بتاع التوازن النفسي في هذا الشخص. ده كلام سليم. وهذا التوازن النفسي هو الذي يبني الشخصيه بصوره سليمه. ده كلام سليم. وبالتالي انت تستطيع انه تنشئ نشئ بصوره مستقيمه، بصوره سليمه، بصوره جيده، بصوره متوازنه، تستطيع ان تستفيد منه في مقبل الايام بانه يكون ما فاقد تربوي، بيكون ماشي في التراكين، التراك بتاع التحصيل العلمي ومعروف العقل السليم في الجسم السليم. نعم. والتراك بتاع المحافظه على الموهبه عشان ما يكون في اشكاليه من الاسره يقول لي يا اخي يا القرايه يا الرياضه. فالكلام ده زمنه فات. نعم. الكلام ده لابد من انه يكون ماشيين في خطين متوازيين. ده كلام سليم. الدور بيكون عنده موهبه وهب له المولى عز وجل بيساعده ما بتضره. صح. بيساعده في شكل التحصيل الاكاديمي، بيساعده في شكل التوازن النفسي والصحه بتاعته، بيساعده في شكل البنيات الصحيه. صح. بيساعده في شكل التواصل مع المجتمع حتى يكون في مقبل الايام وبعد ما حتى ينتهي من قصه موهبته دي في المستطيل يستطيع ان يسهم بدرجه كبيره جدا في المجتمع المحافل الاخرى الموجوده بهذه المجالات. فهذا مشروع طويل. نعم. وهذا مشروع النظره له نظره مستقبليه كبيره جدا، ونحن يعني اليوم سعيدين جدا لان الوزاره تفاعلت مع هذا الطرح بصوره كبيره جدا وتبنته بصوره كامله. نعم. وبالتالي سوف نبدا هذا الحراك، وده حراك ان شاء الله حيسوقنا
حراكات اخرى حتى نستطيع ان نغير شكل التغيير المفروض يكون في الوسط الرياضي، ولا نذكره يتاخر شديد جدا مع التغيير المتسارع في البلد. نعم، نحن حنكون معاكم وحنبدا معاكم من خلال الاعلام، وان شاء الله حتكون معنا ان شاء الله في زمن الرياضه عشان نتكلم عن هذا الموضوع الهام جدا. انا بشكرك كثير جدا دكتور عمر النقي زميل العزيز. معاوية دار تعلق لي شوي عن الكلام اللي قاله كابتن عمر النقي، وتعلق لي كمان عن حتة إنه يا معاوية زمان المدرسة فيها أعمال تربية بدنية، فيها مزيكا، فيها يمكن المنهج الآن عايز يمشي في التراك ده، وفي ناس كثيرين جدا واقفين في النقطة دي، وأنا بأيد حتة الموهبة والمزيكا والكورة ودي لا تأثير. هو طبعا يمكن الشغل ده يكون أكثر من ممتاز، إحنا لو عايزين نمنحه مثلا نقيمه. نعم. شغل انا بتمنى انه الاخوه في وزاره الشباب والرياضه وزاره التربيه تحديدا هم يشكلوا راس الربح في نجاح هذا العمل الضخم جدا. نعم. والكابتن عمر النقي وبقيه قدام اللاعبين يشكروا على هذه المبادره، انا افتكر مبادره تاريخيه. كونه انت تعيد الدوره المدرسيه بكل الغى الجميل اللي احنا كنا بنتابعه في السابق المرحله الابتدائيه والمتوسطه والثانوي. صح. ويمكن كانت عيد بالنسبه للطلاب زي ما ذكرت انت، لما الناس تشوف حصه الرياضه والتربيه البدنيه يمكن يومين في الاسبوع تشي. يومين في الاسبوع يعني انت بتكون جاي من البيت بروح مختلفه فعلا. نعم. النجاح ده انا افتكر انه الطيره دي ما بتنجح، ما بنجحها الدكتور عمر اللي قايل لوحده، هم بادروا بتنجحها الوزاره التربيه والتعليم شباب الرياضه، بنجحها نحن الاعلام ندعم المبادره من خلال الترويج لها، بدعم الدولة نفسها من خلال دعمها وزارة المالية. أي استكانة تجاه هذه المبادرة أكيد حتموت. الإخوة في وزارة التربية هم يمكن يكونوا الأساس في نجاح هذه المبادرة. أنا برضو تابعت إنه هم اللي قابلوا الوزيرة وزارة الشباب والرياضة، وكان في زي مطالبه بادخال الرياضه في المنهج المدرسي. بفتكر برضه خطوه ممتازه جدا، خطوه ممتازه جدا جدا من الكابتن عمر النقي وبقيه زملائه. نحن بنتمنى نجاح التجربه. نعم. لانه المبادرات كثيره يمكن نقول، لكن نجاحها تمشي لقدام بقى دي الاشكاليه الكبيره جدا. نعم. لانه احنا التعليم بقى عندنا كله خاص يا معتصم. والله دي حقيقة. الناس بقت تركز على الاكاديميات فقط. نعم. والتعليم هو ما اكاديميات. مؤثر على الشباب. ايوه بصوره كبيره. المستقبل. يعني في الدورات المدرسيه دي ممكن تطلع لك سباح ماهر. نعم. على مستوى العالم، عداء. نعم. لاعب كره قدم، غيره من المناصب تنس. تنس. دي كلها يمكن في مهارات ممتازه جدا يمكن بتموت بالإهمال. نعم. وعدم وجود المساحة اللي بتخليك أنت تطلع موهبة جواك. نعم يا معايا، إذا كان الطالب الطفل الشنطة قدر الاستوديو طبعا دي السؤال، يمكن نقول المنهج القديم. نعم. يعني الطالب يكون شايل له يمكن عنده 20 مادة. نعم. طبعا دي بفتكر ما عارف الناس اللي وضعوا المنهج السابق ده يعني ما عندهم علاقه بالمناهج، ما عندهم علاقه بالجانب التربوي. نعم. الجانب النفسي. نعم. ما كانت في مراعاه يمكن لاشياء كثيره جدا فيما يتعلق بوضع المناهج. نعم. في خلال العهد البائد، لكن الحمد لله احنا مع التغيير الناس المفروض يكون التغيير يكون شامل. ده كلام. وحتى تغيير المناهج يكون وفق ما تقتضيه المصلحه العامه للمجتمع عموما. نعم. يعني الناس تغير المناهج الشيء اللي بيفيد الطالب والاسره، ما اللي بيفيد مثلا جهه معينه، جهه محدده ما يكون موجه، ما يكون موجه. ده الشيء اللي عايزينه نحن. ونحن بنرجع نقول انه نحن الناس قدام الفرصه انه تعيد صياغه كثير جدا من الاشياء وتقوم عدد كبير جدا من الاخطاء الحاصله يمكن من قبل، وناس عندها العزيمه والاراده ما في شيء اكيد حتصل وما. نعم. في شيء بيموت ان شاء الله. ما دام تكلمت عن الشباب والرياضه يا ريت يا معاوية نتكلم شويه عن الشيء اللي كان حاصل بين وزاره الشباب والرياضه والاتحاد اتحاد كرة القدم عن الموضوع الدوري وما الدوري، وحصل كثير من النقاشات. أنا يمكن أقول لك الشغل ده كله أختصر لك في كلمة واحدة. صراع. صراع. الشيء اللي حصل. الدوري الممتاز كان يمكن ينطلق بصورة عادية جدا. السبت الفات يوم 15 كان يمكن نحن نكون بدينا المباريات. لكن أنا برجع بقول لك إنه رئيس الاتحاد العام كان صوب رئيسي جدا في انه يحصل يعني يحدث ما حدث من لغط كثير جدا من خلال استفزاز وحديث غير صائب عن وزاره الشباب والرياضه وعن الوزيره تحديدا. يمكن الاخ رئيس الاتحاد رغم انه يزحف نحو 90 من عمره، لكن كانما التجارب لم تعلمه
انه كيف يتحدث عن الاخرين. يمكن ادمن مناطحه الوزراء بصوره كبيره جدا في سوابق، يمكن ابراهيم نايل ادام ويوسف عبد الفتاح من قبل كان عندهم اشكالات كبيره جدا معهم، في الان الوزيره ولا البوشي برضه، يعني حتى طريقه كلام عنها كانت مستفزه، فيها شيء من التريه. يمكن يقول لك مثلا انجازاتها تمثلت في نقل الوزاره من الخرطوم لام درمان وغيرها من التوصيفات غير اللائقه. يمكن نقول الحاجات دي زي شكلت استفزاز للوزاره والوزيره تحديدا. ونسي الاخ رئيس الاتحاد انه الناس الحكومه ديل شله او مجموعه واحده. يمكن بعد ذاك حصل يمكن زي الاستفزاز ده ولد غبن جوا الاخوه في وزاره الشباب والرياضه وتحركوا زي الشيء الحدث ده اشبه باسترداد الكرامه. يمكن نقول حصلت الاعتراضات من اللجنه العليا للطوارئ بقياده البروفيسور صديق تاور وتحدث مع الاتحاد في خضاعهم حول انه الرجوع للوزاره فيما يتعلق ببعض التفاصيل الاداريه والفنيه. انا بستغرب انه الاخوه في لجنه العليا الطوارئ تحدثوا عن جزئيات الامور الفنيه. وزاره الشباب والرياضه ما عندها علاقه بالامور الفنيه الخاصه بالاتحاد العام، يعني احقاقا للحق نقول. انا برجع للجنه العليا للطوارئ، الطريقه اللي بتعمل بها بتكشف الذهنيه اللي بيربها السودان للاسف بصوره يمكن اقول لك قبيحه جدا. انت ما دام علقت النشاط الرياضي، احنا لو جينا مثلا نتحدث بتفاصيل علقت النشاط الرياضي، طيب افتح الكباري كلها، عمل ازاله كامله للارتكازات. الان احنا حصر التجوال من 6 مساء الى 6 صباحا. ما دام في حصر التجوال معناه تلقائيا ما في اي نشاط، ما في نشاط دي حقيقه. انت وقفت النشاط تلقائيا، الغي حصر التجوال وغيره من الارتكازات. الشيء حصل ده كله بيكشف لنا الذهنيه اللي بتدير النشاط الرياضي والسياسي يا معتصم، ودي بتكشف المستقبل الظلامي والاسود للسودان. انا ما دارت شام، لكن في النهايه ده بيديروا السودان. يعني ده كما الشداد بيدير الكوره بعنتريات واستفزاز، وزي ما ذكرت لك كانوا التجارب ما علمته بروفيسور صديق تاور. الناس كانت بتطمع انه يدير اللجنه العليا للطوارئ بصوره يعني تقود لما في سلامه المجتمع السوداني، لكن للاسف الكبير من قبل يمكن ادى الاتحاد العام الضوء الاخضر انه يدير النشاط. صح استئناف ثاني بعد ذاك انت رجعت والغيت ما منحته من اذن للاتحاد العام. يمكن انه ما هو اللي زياده الحالات ولا هو رد الحالات اقل من فات. يمكن نقول يا مختصم الحالات اقل من، لكن ده انا برجع عليك لكلامي في البدايه انه الشيء اللي حصل ده صراع. الاخ صديق تاور يمكن ما اقدر اقول لك هازر الوزير، لكن الطريقه الدربيه ملف النشاط الرياضي غير موفق. لكن الحمد لله انه هو رجع وما اقدر اقول لك عدل صوابه، لكن عدل اللجنه العليا للطوارئ يمكن عدلها هيبتها من خلال القرار اللي اتخذه وثبت استمرار النشاط الرياضي. بالنسبه للنشاط نفسه انا افتكر ان الاتحاد العام ما عنده القدره انه بيقدر يدير بها نشاط رياضي في ظل ظروف مرضيه في تمثلت في جائحه كورونا مثل ما فعل الاخرون. الناس كلهم المناصرين للاتحاد العام لكمال شداد والمناصرين لاستمرار النشاط الرياضي بيتحدثوا عن انه الدوري الممتاز، الدوري عموما انطلق في عدد من الدول البلاد نعم، لكن الاحترازات والاشتراطات طلبها الفيفا يمكن طبقت قبل طلبها الفيفا بصوره دقيقه جدا وبصوره ممتازه. لكن احنا في السودان للاسف الكبير ما في اشتراطات ولا في احترازات. يمكن انا برجع لك للمقوله الشهيره لرئيس لجنه المنتخبات برجو من قبل لما صرح انه ما في كورونا، لما حدثت قال ما في كورونا، ما شفنا زول ميت في شارع بفرفر. يعني ده رئيس لجنه المنتخبات، مشكله حقيقيه. ده برضو ده بيكشف لك الذهنيه اللي بتدير النشاط كره القدم في السودان. بيتحدث عن انه بيستنكر انه وجود مرض كورونا. بعد ذاك الاتحاد العام نفسه ولجنه المنتخبات تحديدا ارتكبت كان خطا فادح جدا، جمعت لعيبه المنتخب الوطني دون مناسبه ودون فحص في قمه انتشار جائحه كورونا في السودان. ويمكن حتى رئيس الاتحاد رفض فض المعسكر الا بعد تدخل مباشر من الاخوه في اللجنه العليا للطوارئ. الحديث عن انه الاتحاد عنده القدره انه يفي بما طالب به الاتحاد الدولي من اشتراطات والترازات، طبعا حديث للاستهلاك. يمكن اقول لك حتى رئيس الاتحاد نفسه ما كان مقتنع يمكن بكورونا. يمكن للاسف في 2 من اعضاء الاتحاد وفاهم الاجل بكورونا،
رئيس الاتحاد ود الحداد وقبلوليا فيصل حتى رئيس الاتحاد تحدث في يمكن بشيء من بطريقه ساخره، لكن افتكر انه كشفت جهله بالمرض نفسه لما تحدث انه الاشتراطات الاتحاد قال هي ما قانون ملزم، قال هي توجيهات، وتحدث انه هل اللاعب مثلا ما بيدخل على زميله. يعني دي بتشف ليك الذهنيه اللي نحن منتظرين ترتقي بلعبه كره القدم في السودان. في النهايه الصراع اللي حصل ده للاسف الكبير الناس تعاملت معه صراع اجنحه، انه ولا ما داير الدوري يستمر في، لانه شداد تحدث عنه بصوره غير لائقه. بعد ذاك الناس المناصرين لشداد تحدثوا مناصره لشخصه بعيد عن المصلحه العليا للمشاط والادوار العامه، عندهم قناعه بالاجواء ذاته اطلاقا. يعني انا بقبل منك انت اذا انتقدت قرار الوزير ولا وايدت استمرار النشاط الرياضي وفق لمنطق معين، انه المرض مثلا المرض قل بصوره كبيره جدا، الاتحاد الاعلى عنده القدره يلتزم بكل الاشتراطات والاحترازات الطلبيه الفيفا، لكن بقت حته بتاعت فريز كيمان. نحن مناصرين شداد ومناصرين برق والكوم الثاني مناصرين الوزيره. في النهايه المصلحه بتاعت السودان ضايعه تحت الرجلين، يمكن نقول تحت الصراع الحاصل ده بصوره كبيره جدا. الاتحاد العام نحن تابعنا تصريح رئيس الاتحاد قبل يومين انه ما حارجعوا ليه اللجنة العليا للطوارئ مره ثانيه. دي بتكشف لك انه الاتحاد العام بيعمل في شنو، وانه شداد بيدير الاتحاد بهذه الطريقه. لانه اللجنه العليا للطوارئ هي الجهه الوحيده بتسمح بتديك الاذن انك تدير نشاط او تتوقف. يعني هي اللي يمكن تكون على سلطه في البلد حاليا فيما يتعلق بالتعامل مع جائحه كورونا. لكن رئيس الاتحاد فاجانا بحديث غريب جدا، وحتى يمكن تحدث انه ما حيرجع للنشاط الرياضي الا ان تنجلي جائحه من كل العالم. يعني دي كلها دي بتوريك يا معتصم الصراع ولا الشيء الحاصل، انه ما عنده مصلحه بعد ما عنده علاقه بالمصلحه. برضه كمان موجوده يا معاويه بعد الثوره كمان برضه في كمان هما الاتحاد ده هما الكومه الاساسي للاتحاد ده. شداد جابوا الكيزان ورشحوا شباب المؤتمر الوطني. لولا شباب المؤتمر الوطني في دائره الرياضه او دائره امانه الرياضه في دائره الرياضه في امانه الشباب بالمؤتمر الوطني، شداد ما كان قاعد في كرسي الانتخابات الاخيره الحالي. وبيتحدث وبيتحدى وكانما هو مثلا محمول باصوات مناصرين انه عندهم قناعه انه هو المنقذ لتدهور الكره السودانيه، لكن في النهايه شداد ما ينكر انه لولا المؤتمر الوطني اللي ما جلس على كرسي رئاسه الاتحاد العام. يمكن دي المعلومه دي اصغر متابع للحركه الرياضيه يعلمها جيدا، حتى يمكن عدد كبير جدا من الاعضاء. وده ما حديثنا يمكن نقول. نعم. ما فينا الاتحاد العام هو مواصل، يعني ما حتى لجنه التمكين الناس البعض بيتكلم عنه لجنه التمكين تصل للاتحاد العام، ما عندها الحق تصل للاتحاد العام، لانه اي تغول على الامور الخاصه بالاتحاد خاصه الفنيه بتعني انه تجميد النشاط الرياضي. صح. في النهايه انت من حقك تحاسب الاتحاد ماليا من المفوضيه. الاعلام بيتحدث عن وجود بعض التجاوزات، نحن كنا بنتمنى الوزاره والمفوضيه يتحركوا في الملف ده، يمكن في بلاغات في النيابه او حول بعض التجاوزات، لكن فيما يتعلق بالامور الفنيه وعمر الاتحاد اكيد حيستمر الى ان ينقضي اجله. بعد ذاك الناس تبحث عن طيب جديد. يعني يمكن انت تكلمت عن نقطه مهمه وانا داير اعلق عليها. يعني انا لاحظت حتى في السعوديه يعني كان في احتياطات حتى على مستوى الشارع من غير رياضه، حتى اللاعبين انا ذكرتها يمكن في الحلقه السابقه، اللاعبين امريكا الجنوبيه اللي بيلعبوا في الفرق السعوديه كان جابتهم طائره واحده، في اسيا تجمعوا في منطقه محدده، في افريقيا في منطقه، غير انه هم يعني حضروا واي واحد عنده الفحوصات لم يعترف بالفحوصات وتم الفحص و15 يوم كان في حصر. هل نحن اللاعبين اللي جو يعني مثلا لو اخذنا جمال سالم هل كان في فحوصات، وحتى المدرب اللي جاء من فرنسا كان في فحوصات؟ ما فحوصات. يمكن ارجع عليك ل كان في لاعب جاء من تخيل افتكر جاء من ايطاليا من ايطاليا نعم. لاعب سوداني المنتخب يمكن جاء في عز انتشار جائحه كورونا، وايطاليا كانت اكثر الدوله الاولى على مستوى الاصابه والوفيات. فعلا اللاعب جاء من ايطاليا دخل على مطار الخرطوم، مات وجري اي فحص لهذا اللاعب طوال دخل التمارين، نزل التمارين مع زملائه وكان في معسكر اصلا ما كان في مباراه. نعم. ما في منافسات رسميه للمنتخبات الوطنيه، ما كان في شداد وبرق موصلين للاتحاد المنتخب يواصل المعسكر دي بتوريك الجو
العام داخل الاتحاد العام لكرة القدم جمال سالم جاي من يوغندا عادي مدرب المنتخب، وغيره من يمكن الحالات نقول اللي بتكشف انه ما في اهتمام بالصورة المطلوبة من الاتحاد العام عشان انت تمشي الطالب باستمرار الدوري الممتاز والنشاط الرياضي والناس تدعمك. نعم. اذا انت عندك الامكانات والقدره وغنعت الشارع وغنعت اللجنه العليا للطوارئ والوزاره، اكيد بيكون ما عندهم بعد ذاك عليك اي اعتراض. صح. حتى الاعلام حيدعمك في الحقيقه معك، لكن للاسف الكبير انت ما عندك الحاجه دي، حتى ما عندك خلفيه ذاته عن المرض، المشكله الكبيره دي مشكله كبيره. والناس جدا. حتى في ناس ممكن مراسلين الاتحاد خصوصا بيتكلموا يقول لك يا اخي اللعيبه دي ما قاعدين بيدفروا في الاحياء. النقطه دي يا معاويه انا داك تتكلم عنها مهمه جدا، بعد ما نمشي فاصل ونجي راجعين. مشاهدي الاعزاء فاصل قصير ثم نعود لنتواصل. مرحبا بكم من جديد مشاهدي الاعزاء. ما دلنا نتحدث عن الموضوع الهام والنشاط الرياضي وتعليق النشاط الرياضي بسبب جائحه كورونا. معاويه، اللعب في الحواري والاحياء ولعب الحله كثيرين جدا كانوا بيكتبوا عن انه يعني ليه الناس بتلعب هنا ما تلعب الدوري الممتاز. طبعا هذا كلام عنده على غير المنطق اطلاقا، حتى المناصرين لشداد او ما ادري اقول لك بيدعوا ضروره عوده النشاط الرياضي، بيطالبوا الوزير انه انت ما دام اصلا بتمنع عوده النشاط الرياضي امنع الدورات في الحواري وغيرها من الحاجات دي. لكن اللعب في الحواري هذا لعب عشوائي غير منظم، بعدين ما مقنن تابع لجهه محدده، جهه بتتبع للاتحاد العام ولا للوزاره. الوزاره صح. بعدين انت اصلا اذا عايز اللعب في الحواري ده يتمنع امنه عبر الاتحاد العام. نعم. لانه ده نشاط. نعم. انا الوزاره اول لجنه عليا الطوارئ بخاطب الاتحاد هو الهرم. نعم. في العمليه الاداريه عموما بعد كده بتنزل لقواعدك تابع عليك. نعم. لو افترضنا به انه تابع عليك بحسب ما يدعي البعض. ممكن انا امشي لي ناس بدفروا في مايو ولا بدفروا في عيد بابكر. نعم. اوقفهم اقول لهم ما تلعب بها صفه. انا ما عندك صفه. ما عندك صفه كويس. الشيء اللي حصل طبعا كله تصفيه حسابات. ما اكثر من كده، تحميل الوزاره اكثر مما تستحق. يمكن الناس بقت تبحث عن ثغرات بصوره كبيره جدا عشان تفند تهاجم كلام الوزير، انه كلام الوزير غير صحيح وغير صحيح الشيء اللي ذكرته في متعلق باحتراض على عوده النشاط. انا والله كنت بتمنى انه العلاقه بين الاتحاد العام والوزاره تكون يعني علاقه على ما يرام، لانه الوزيره ولا مش نحن لانه مناصرين لها، هي وزيره يعني وزيره الثوره. نعم. لكن افتكر انه بدايتها يعني ما عندها كان إشكال مع الاتحاد العام، يمكن بادرت شاركت في تظاهرات رياضية بخصوص الاتحاد العام زي كرة القدم النسوية. نعم. بصورة جيدة اجتمعت بشداد، يعني في تفاصيل كده بتوريك انه هي جاي عندها روح تشتغل. نعم. لكن في النهاية الروح دي صدمت برغبة رئيس الاتحاد في العادة المتكررة له في الصدام المستمر مع الوزراء زي ما ذكرت لك قبل. عنده تجارب سابقة على الوزراء إبراهيم الهدا والوزير عبد الفتاح، برضو كانت يمكن فيها إشكالات حتى على مستوى الإدارات. يمكن كده قبل كان عنده صراع شهير مع صلاح إدريس، يعني الصراع ما في داعي له، مضيعة للزمن. ونفس الشيء يمكن حاول نقول الصراع ده مع الوزير الحالي، لكن حدث ما حدث. نعم. حدث ما حدث، بقت لازمه يا معاويه. نعم. نعم. معاويه، نتكلم عن اجتماع الانديه او مجلس الانديه مع الوزيره، برضو في ناس تكلموا، يعني ناس بيتحدثوا عن انه الوزيره تجاوزت وما تجاوزت، رغم انه يعني حسن النيه كانت متوفره. يعني والله هو الاجتماع ده ما دام لمصلحه عليا. نعم. ما في اشكال. نعم. الاجتماع ما كان في الخفاء. ما كان لحياكه مؤامره تلحق الضرر بالمجتمع ولا بالوطن، بل لمصلحه المجتمع بصوره كبيره جدا. نعم. بتتعلق بان الناس دارت تتدارس معاهم وتتناقش فيما يتعلق بعوده النشاط الرياضي. ممكن ولا غير ممكن؟ غير ممكن. نعم. حتى الانديه دي الناس تحدثت عنه، بعض الانديه بتعاني من الهبوط. نعم. عندها يمكن بصوره كبيره جدا ممكن تهبط، عندها حسابات او اجنده انه دارها تثبت، عشان كده من مصلحتها يتم الغاء النشاط الرياضي. الاتحاد الان افتكر دخل نفسه في ورطه بصوره كبيره جدا، لانك انت مصير تعيد
دوران عجلة النشاط الرياضي والتغيير جاهز. نعم. لو أنت فعلا جاهز لاستمرار النشاط الرياضي كان تعيد النشاط الرياضي زي ما كان في السابق. نعم. بصورة عادية جدا. أرني يسافر الولايات ما عنده أي إشكال. لكن الرئيس الاتحاد كان يقترح نظام الدورتين في المجموعتين في الخرطوم. نعم. دي بتكشف لك انه الاتحاد ما جاهز. ما جاهز تجميع التجميز ذاته باكد. قرار الاتحاد الافريقي يمكن نسف الحاجه دي لما حدد انه 15 اكتوبر موعد لتسميه الممثلين افريقيين خارجين. بعد شويه اللجنه المنظمه بقياده الاخ الفاتح باني صارعت الرئيس الاتحاد الفاتح باني تحديدا يمكن عنده لوبي معه صارع رئيس الاتحاد انه هو معترض على نظام المجموعتين بعد ذاك جان اقترحوا نظام التجميع في الخرطوم. الخرطوم انت دار تعيد النشاط الرياضي بنظام التجميع داخل الخرطوم اكثر مناطق السودان وباء بالكورونا صح يعني احنا ليله السودان ده كله المشكله هي الخرطوم. الخرطوم يا نعم. معتصم دي حقيقه الخرطوم يمكن يكون فيه اكثر من 20 مليون او 25 مليون. نعم كويس. انت دار تدير النشاط الرياضي داخل الخرطوم في عز الازمه والوباء الحاصل وما عندك اشتراطات دي بتكشف لك انه الاتحاد العام نفسه منقسم على عوده النشاط الرياضي. يمكن ده برضه بترجعنا للاجتماع الشهير فيه السلام روتانا اللي كان يمكن 9 لـ 7 ايدوا عوده النشاط 7 وكان ربه. حصلت حاله استقطاب حاده جدا يمكن نقول في الفتره دي حتى الاجتماع ده ما كان في داعي له. لان انت ما دام انت اتحاد منظم للعبه اللجنه العليا للطوارئ منحتك الضوء الاخضر انك تعيد النشاط برمج مباراته خلاص. نعم. طيب الاجتماع ليش ما في داعي للاجتماع؟ طيب اذا الاجتماع ده الغالبيه قالت ما النشاط ما يقوم الفائده شنو التفريض اللي عندك؟ نعم ده الحاصل. نعم. حتى نظام المجموعتين او نظام التجميع يخالف اللوائح. الاتحاد العام حيضطر يعرض القرار ده عليه مجلس الاداره عشان يعدل لانه لائحه الدوري الممتاز ما فيها نظام مجموعتين ونظام تجميع. دي كلها بتكشف لك انه الاتحاد العام فشل يمكن للمره الثالثه يدير الموسم الرياضي بصوره المطلوبه. نعم. مره تجي لنظام مجموعتين مره يقول لك اضغط المباريات الانديه حتى يمكن اقول لك يا معتصم اقتصاديا تعاني معاناه غير عاديه في ظل الازمه الاقتصاديه الخانقه جدا. الانديه في السودان بتدار من جوب الافراد او ممكن اقول لك تبرعات من البعض ما عندها موارد. نعم. نحن عندنا لسه شغالين بنظام التطوع رؤساء الانديه والمجالس بصوره كبيره جدا متطوعين. المريخ والهلال الانديه الكبيره دي بتعاني ماليا يمكن دخل يعني دعك من الانديه يمكن تكون اقل. الاتحاد العام تحدث عن دعم الانديه بمبلغ 10,000 دولار يمكن يجيب لك كم 5 مليار ونص مليار وحاجه او مليار و700 مليار 2 نعم. مليار ما 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 ده مشوار واحد ما نعم ما عنده اي قيمه يعني الانديه ما عنده امكانيه. يمكن مصداقيه لكلامك دخل معانا الاخ العشاي يمكن اثنين من رؤساء الانديه ويتحدثوا عن انه رؤيتهم كانت انه الغاء الدوري كان افضل لانه ظروفهم اكيد صعبه جدا وما قادرين. وبعدين اعتصم الغاء الدوري ما عيب. نعم. في دول الغت الدوري. الدوري نعم. يعني مثلا نقول فرنسا. نعم. يعني انت افضل من فرنسا اطلاقا. حتى في افريقيا. نعم. اكثر من 10 دول الغت الدوري. الدوري. نعم. سمت الانديه الممثلين الموسم السابق بقى ما فيها مشكله. نعم. هل دي الاتحاد العام لا ما قادر الاتحاد انه يسمي؟ دي خايف من النقطه ما مشكله. الاتحاد العام ممكن دخل نفسه في ورطه في متعلق بالصعود بصوره كبيره جدا. الانديه الدرجه الوسيطه عمل له يعني نظام كده دخلوا هو في ورطه. دي مشكله كبيره. نعم. لو الغى الموسم الاتحاد العام بيقول لك انا هعاني الموسم الجاي الموسم. يعني الشيء الحاصل كله الاتحاد العام داري اداري سؤاته داري يطلع من الورطه يعني داري يطلع من الورطه داري سؤاته بالزاميه انطلاق الدوري الممتاز باي شكل من. طيب يا معاوية اذا كان يا معاوية الاتحاد العام ده عنده الورقه او عنده اشتراطات الاتحاد الدولي والفيفا مش كان الدوري قام من غير اي وزيره او من غير لجنه الطوارئ ولا اي اشكال. مش لو كذا لو شدت مسك خشمه والله الدوري ده كان قام. انا بقول لك الكلام. المشكله يعني نحن رجعنا لتفويض اللجنه العليا للطوارئ والضوء الاخضر 200 بدري جدا بدري. نعم يعني اكثر من شهر ونص. نعم. اكثر من كان شهر ونص كان قطع شوط كبير. ليه الوزيره يمكن الاسبوع الفات تحركت؟ نعم. ليه ما تحركت قبل شهر ونص؟ نعم سؤال منطقي جدا لانه شداد تحدث عنها بصوره غير لائقه. انا برجع بقول لك استفز الوزير. شداد لو مسك خشم الدوري الممتاز كان قام بصوره عاديه. يعني يمكن اقول لك واحد من اشتراطات الفيفا انه يتم الفحص على اللاعبين كل 3 يوم. كل 3 يوم الاتحاد العام يعملها دي ما عنده قدره. حتى النتائج اللي حصلت
يمكن بعض الاخوه يشككوا فيها. نعم. يقول لك لا عندنا كورونا، لا بيطلع السلبي يقول لك لا ما عندهم. نعم. كورونا. عيدوا الفحص. دي كلها بتكشف لك الذهنيه، انا قبل ما تحدث الذهنيه اللي بتدير السودان سياسيين ورياضيين، ما رياضيين فقط. نعم. دي مشكله كبيره جدا، لانه احنا الذهنيه الرياضيه مؤثره فيها بصوره كبيره جدا الذهنيه السياسيه، وهي بت الذهنيه السياسيه زي الشداد. نعم. دي مشكلة حقيقية معاوية. نعم. نحن نمشي يا معاوية، بتفتكر انه الدوري ده حيكتمل؟ والله انا اتوقع انه وزارة الشباب الرياضة، ما هي اصلا كونت لجنة لمعاينة الوضع بصورة عامة على الارض، انه هل في الامكانية اللي بتخلي الدوري ده ينطلق ولا لا. بعدك بتمنح الاتحاد الضوء الاخضر، طبعا الاتحاد هيعاني يقول لك انا ما عندي علاقة بالوزارة بصورة كبيرة. اللجنة العليا للطوارئ دار تعيد كرامة الوزارة الشباب الرياضة في المعمعة دي كلها. يعني يمكن الموسم الرياضي يتوقف. نعم. ما يتواصل. أنا تحديدا أنت بترى الأمثل شنو؟ إلغاء الموسم الرياضي. إلغاء الموسم ريح. طيب الأندية يعني إلغي الموسم، مش صراعك مع ولا البوشي ولا صراعك مع صديق تاور. مصلحة أنديتك، ما انت فينا مزول من الانديه دي. صح. يعني ما تخذ ما تركز مع الوزير ولا تركز مع اللجنه العليا للطوارئ وما تركز مع ناس البنت تعطوك. الانديه بدعاني، الانديه قاعده معك ما عندها القدره. الاعضاء معك داخل الاتحاد العام مقسمين عليك، عندهم راي في الشيء الحاصل. الان شداد ما قادر يسيطر عليه مجلس اداره الاتحاد العام للاسف الكبير. مشكله. في تمرد، اقول لك تمرد كبير جدا داخل الاتحاد العام على شداد، فالسابق يمكن كلمته كانت بتمش ومسموعه، ما في اشكال او احتراز عليها. لكن الفترة الأخيرة دي المعارضين لشداد يمكن صوتهم بقى واضح، صوتهم عيلة بصورة كبيرة جدا وارتفع وعددهم زاد. طبعا المناصرين لشداد ويمكن ناس حتى مناصرين داخل الاتحاد العام بيتحدثوا عن وجود أيادي من الاتحاد السابق في الشيء اللي بيحصل له، عندها تأثير. وأنت ما دام أصل الاتحاد العام السابق بيأثر عليك بصورة كبيرة، معناه أنت غير جدير بالبقاء والاستمرار لإدارة النشاط. وده ما بأسر يا معاوية للمناكفات الحاصلة دي بتأسر على المستوى الرياضي وأصلاً المستوى بصورة كبيرة جداً. لأن حيكون بعدك حنخش في نفق العناد. اللجنة المنظمة برمجت مباراة اللي يجي رئيس الاتحاد يلغي ورئيس الاتحاد ذاته منح نفسه صلاحية إنه يتدخل في برمجة اللجنة المنظمة. كويس. طبعاً دي حاجة خطيرة جداً يا معتصم. نعم. نعم. اللجنة المنظمة للمسابقات هي المسؤولة من برمجة مباريات إدارة النشاط الرياضي، ما ترجع للاتحاد العام. نعم. إلا تكون مشكلة كبيرة بعد ذلك تكون عبر مجلس الإدارة، لكن الرئيس هي برمجة نضعها قدامك أشوف الحاصل شنو. ده ما شغلة. نعم. دي اختصاصات اللجنة العليا، لكن للأسف الكبير الفاتح باني ورفاقهم في اللجنة ما قادرين إنه ينتزعوا حقهم ويسيطروا بصورة مطلقة على اللجنة المنظمة للمسابقات. المسابقات. طيب يا معاوية، أمس رئيس الاتحاد يعني كون لجنة برئاسة نائب لواء عامر من أجل صيانة استاد الخرطوم أو متابعة الاستادات. ده برضو ما بأكد لك إنه نحن هل استاداتنا جاهزة يا معاوية؟ قبل كده تلقينا أو تلقينا يختار من الاتحاد الأفريقي إنه غد المنافسات أو الاتحاد الدولي إنها تبعد من السودان. يعني. بصورة كبيرة جدا. أنا برجع لك لأستاذ الهلال، يعني أنا خلال كاردان العمل الأستاذ جميل، الأستاذ جميل جدا. نعم. للأسف الكبير بعد معينة الاتحاد الأفريقي للأستاذ أبدأ بعض الملاحظات. يعني زي الإضاءة ما بالصورة المطلوبة، الغرف برضو دائرة بعض الإصلاحات. يعني حاجات بعض التحفة المعمارية السمحة دي، يعني حاجات بسيطة جدا، حاجات صغيرة بوظف لك أي شيء. يعني جار نفسه يعني مهدد بعض الملعب الجميل اللي عمل له سنتين ده يمكن يلعب خارج برا الاستاد. دي بتوريك انه احنا اهتمامنا ما بنهتم بالتفاصيل الدقيقه. الدائره الاتحاد الافريقي. كويس. الاستاد المريخ تعرض لاهمال معادي على مستوى الارضيه. الاتحاد له الان المريخ له يمكن قرابه بيلعب برا الاستاد، بيتمرن في ملاعب الصحافه، بيتمرن في ملاعب الدين. دي مشكله كبيره جدا. نحن ما عندنا استادات. انا برجع اقول لك طيب برضو ما من جهه الكورونا برضو معناها يعني الوزيره عندها الحق في النقطه دي، لانه الاستادات والغرف ما مهيئه بصوره مطلوبه. يعني كويس. دي برجعنا للجنه، حتى يمكن رئيس الاتحاد كان اجتمع مع رئيس المجلس السيادي اجتماع البرهان. حتى الاجتماع ده رئيس الاتحاد كان يمكن يكون عبر وزاره الشباب والرياضه، لانه دي جهه رسميه جهه حكوميه، والوزارة الشباب الرياضة برضه هي الجهة اللي ممكن كانت تدعمك بالخطأ. وللأسف الكبير البرهان كون لجنة وتجاوز
وزارة الشباب والرياضة. يعني نحن كنا بنتوقع انه البرهان يحول الاتحاد العام للشباب والرياضة، الشباب والرياضة، وتم تكوين اللجنة وبعدك تباشر العمالة بصورة رسمية. نعم اللجنة دي ما استمرت كويس. الاتحاد العام معتصم عنده ملايين الدولارات، ده يستعمل بها شنو؟ ده سي ال 200 دي من الاتحاد الدولي ولا؟ الاتحاد الدولي والكاف، هسه عنده 500,000 دولار في الاتحاد الافريقي، هسه دي مسألة ما لسه. الاتحاد العام عنده أموال ضخمة جدا، الاتحاد العام الآن أغنى من الحكومة يا معتصم، أنا بقول لك. طيب ليه ما في أي نفقات على ما في صرف؟ ما في صرف على المرافق الرياضية بالصورة المطلوبة. الاتحاد استاد القرطبة تابع للاتحاد العام تابع. نعم كويس. أنت ليه ما تصينه بالصورة المطلوبة؟ يكون أجمل الملاعب في السودان وتضمن إنه مباراتك حتى لو أيوة حتى المنتخب. نعم المنتخب الوطني يلعب بصورة عادية جدا بدون أي مخاوف من اشتراطات الاتحاد الأفريقي، أي ملاحظات يبديها الإخوة في الكاف. للأسف الكبير الاتحاد العام ما عارف أنا مليون الدولارات دي عايز يوديها وين. يعني ممكن حتمشي حتخليها قاعدة في الخصم ولا حتعمل بها مشكلة حقيقية دي. حتى دعمك الأخير للاتحاد الهولندي تقول 10,000 دولار، 10 ده مبلغ زهيد جدا، مبلغ زهيد ما بيعمل خاصة في الظروف اللي في مبالغ ضخمة جدا قاعدة تجي للاتحاد، رح تمشي وين؟ ده السؤال. وجهها للصيانة، وجهها لدعم الدكة. هي أصلا ما بتجي بنود للصرف يا معاوية ولا البنود بي في بنود عندك بنود للصرف، لكن الاتحاد العام ما بيصرف. يمكن يصرف على ناس مسافرين، النسريات مثلا، النسريات. حتى لو أنت عندك دعوة لجهة معينة التكلفة كاملة برضه يمكن تلقى نسرية. نعم من الاتحاد العام. هذه مشكلة حقيقية، مشكلتنا في الذهنية. أنا برجع الذهنية اللي بتدير السودان عموما دي مشكلة يعني حقيقية. نعم دي المشكلة اللي بيعاني منها السودان يمكن لسنوات طويلة. رياضياً وسياسياً يمكن الثلاثين سنة معاوية أسرت في الحاجات دي كلها. والله دي ده 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 شغل أكبر من الثلاثين سنة. الخراب ده متوارث يا معتصم، ممكن نقول بصورة كبيرة جداً. حتى الثلاثين سنة دي مشت. نعم. بشرها بخيرها مشت. نعم. في حاجات أصل أخطاء قاعد تحصل حالياً خلال السنة دي ما عندها علاقة بخراب الثلاثين سنة. نعم. كويس يعني خراب واضح إنه من الناس ما عندهم قدرة حقنا نحن. حتى الناس يمكن على الرأس سدة الحكم الآن ما قادرين يشتغلوا، دي ما عندها علاقة بالثلاثين سنة. في حاجات عندها علاقة بالثلاثين سنة بصورة مباشرة. نعم. لكن في حاجات ما عندها أي علاقة بالثلاثين سنة، عندها علاقة بالثلاثة يوم دل. نعم طيب برضو الميديا تكلمت عن أنه في اعتذار شداد عن الاجتماع مع رئيس نادي المريخ سوداكال. نعم هو طبعا الاجتماع كان المفروض يكون الليلة. هو طبعا التسريبات يتحدث عن أنه رئيس الاتحاد العام يعني ما عنده رأي إيجابي بالصورة المطلوبة حول رئيس نادي المريخ. أنا بقول رئيس المريخ، أنا شخصيا ما معتبر رئيس نادي المريخ بالأخص وذكال كويس، لأنه المفوضية لحظة قيام الانتخابات أنت كنت بتتبع للمفوضية وما زلت بتتبع للمفوضية بموجب النظام الأساسي لعام 2008. المفوضية ما منحت سوداكال الشارة النهائية أنه هو رئيس نادي المريخ. السوداكال بيتحرك بقرار المحكمة الإدارية إنه رئيس إنه كان طعن قدم من المحامي الفاتح مختار إنه رئيس نادي المريخ، لكن الاتحاد العام برضو ما محترف بالحاجة دي. حتى يمكن المكاتبات اللي قاعد تصل الاتحاد العام ما فيها سوداكال دائما بي ما مثلا عنهم رئيس الاتحاد عنده رأي يمكن في كل الإشكالات دي، وحتى يمكن عنده رأي في وضعية السوداكال بصورة عامة. نقول على خلفية الحاجة دي قال الاعتذار، يمكن أنا برجح إنه ما أدري خش في حرج مع أهل المريخ والاتحاد. طبعا الفيو مكفيو لأنه خش في صراعات كثيرة جدا الفترة الفاتت دي على مستوى الناديين الكبيرين. نحن ما زلنا عايشين الصراع الكبير جدا في نادي الهلال لجنة التطبيع رافضة الكاردينال، وفي الغالبية رافضة لجنة التطبيع برافضة الكاردينال. الاتحاد العام أصر إنه الكاردينال يكون دي عملت مشكلة للاتحاد. الآن المريخ في الطريق، مجلس المريخ ممكن يوم 27/10 بينتهي أجله. بعد ذاك الناس بتتحدث عن إنه هيحصل شنو. الاتحاد حواصل بموجب منشور الاتحاد العام الأصغر قبل فترة إنه في ظل استمرار جائحة كورونا حتى المجالس اللي بينتهي أجلها تواصل بسرعة عادية، واللي حيتم تعيين تسمية لجنة التطبيع اللي طالبوا أهل المريخ بتسمية. طيب معايا قبل الاتحاد العام أو الاتحاد العام لكرة القدم من خلال منشور بيطالب إنه الأندية تستمر حتى إذا رأس الأندية تستمر أو لجان الأندية تستمر لأنه جائحة كورونا. نعم. طيب إذا كان دل 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 الرئيس أو دل المجلس
كيف انت بتقول لازم يكون في دورية لعب؟ دي حتى اقول لك حاجه، الاتحاد العام وقف الجمعيات العموميه عشان الجائحه. كويس، انت هتلعب دوري وقفت بموجب شنو؟ وجود جائحه، جائحه ودارت تلعب الدوري. ده التناقض، حاجه غريبه. والاتحاد العام عشان يشتغل لمصلحته يمكن قبل فتره اقيمت الجمعيه العموميه للاتحاد 24 ورش. نعم، عارف اقيمت ليه؟ نعم، لانه المجموعه الفائزه مناصره لمجموعه شده. لا حول ولا قوه الا بالله. راوي، انا بحييك وبشكرك. الله يسلمك، واستمتعنا بالحديث معك في هذا اليوم، وحتى نلتقي في حلقه اخرى ان شاء الله هتكون معنا. لك دائما احلى تحيه. الله يسلمك. شكرا معايا. مشاهدينا الاعزاء، كنتم معنا من خلال هذا المساء او هذا الليل، احنا الان الساعه يمكن 10 ليلا. بحييكم، وما زالت المشكله تدور في الوسط الرياضي خاصه كره القدم، وحتى نلتقي في حلقه اخرى. لكم دائما احلى تحيه. We'll be right back.